دلوقتي جه ميعادنا مع الحكاية اللي وعدتكم اني احكيها لكم الحلقة الجاية، وهي اشهر قصة عن عفاريت اسكندرية. القصة عن عمارة رشدي الشهيرة جدا. بتقول الحكاية ان في عمارة في منطقة رشدي باسكندرية مهجورة من الستينات من القرن العشرين، وبيتقال ان كل شخص بيحاول يسكنها بيواجه نهاية مأساوية. خلونا نبدأ الحكاية من البداية. اللي بنى البيت وكان المالك الاول ليه هو راجل يوناني اسمه برديس، بناه سنة 1961، وقرر انه يسكن فيه هو ومراته وولاده الخمسة. الكلام ده كان سنة 1961 زي ما قلنا، وهو اسبوع واحد من سكنهم في البيت، وخرج برديس وولاده الخمسة في رحلة صيد. المركب غرقت بكل اللي فيها بما فيهم برديس وولاده، ودي كانت اول لعنة للعمارة حتى وان كانت الكارثة حصلت براها. بعد وفاتهم قررت مراد برديس انها تبيع البيت وترجع اليونان، وفعلا بعته لتاجر اخشاب مصري اسمه محسن بيه، اللي قرر هو كمان يجي ويسكن في واحدة من الشقق واللي شكله كده على ما يبدو انه مسكنش فيها خالص، بس ما علينا. المهم هو قرر يسكن في واحدة من الشقق ويأجر باقي الشقق. طبعا زمان ما كانش فيه موضوع التمليك ده خالص، بس كان فيه نظام الإيجار مدى الحياة اللي احنا بنسميه الإيجار القديم. في الدور الأول سكنت عيلة الأستاذ ظريف، وبعد يومين بس من سكنهم ولعت الشقة تماما ومات الأستاذ ظريف، فقررت عيلته اللي ما ماتتش في الحريق إنها تسيب الشقة وتمشي منها خالص. في الدور الثاني أجر دكتور شقة وقرر يعملها عيادة، وبعد ما خلاص جهز كل حاجة والعيادة بقت جاهزة للشغل، عربية خبطته وهو بيعدي الشارع ومات الدكتور هو كمان. أما بقى الدورين الثالث والرابع فاشترتهم شركة مش مصرية، ومفيش كام يوم من بعد ما أجرت الشركة الدورين دول اتعرضت الشركة لخسائر كبيرة جدا، وفلست الشركة وحاول صاحبها يستلف من أكتر من حد، لكن للأسف مفيش حد رضي يسلفه وبقى الراجل معرض للسجن. أيوة بالظبط كده، صاحب الشركة انتحر زي ما توقعته. طبعا الحوادث دي كلها كانت كفيلة تطلع سمعة زي الفل على العمارة، ومن وقتها محدش سكنها خالص لحد أوائل التسعينات. سنة 1990 الشاب أو العريس بدأ يجهز الشقة، وكان في مجموعة من العمال في كل التخصصات لسرعة إنجاز الشقة. بدأ العمال يسمعوا أصوات غريبة جاية من الحمام، والأغرب إن يوم الفرح ووقت ما العريس جه يستلم الشقة خلاص شاف العمال والعريس بقع حمراء على الحيطان، بس ما اهتمش لأن الفرح كان بقيله ساعات. في نص الليل وبعد الفرح وبعد ما المفروض ان العريس والعروسة ناموا في الشقة، لقوا نفسهم مغمى عليهم في الشارع ومش لابسين هدوم. بعد ما الناس جابت لهم لبس بدأ العريس والعروسة يحكوا اللي شافوه في الليلة ديت. العريس قال ان بعد دخولهم الشقة دخلت العروسة الحمام تاخد دش، وبمجرد ما فتحت الحنفية لقى الدم بينزل بدل المية. طبعا العروسة صرخت، فالعريس قام يروح لها. العريس شاف على السرير قطة ضخمة بحجم كلب كبير. طبعا العريس من كتر الخضة نسي العروسة، ومن الواضح كده ان العروسة هي اللي راحت له وشافت معاه القطة، واذا بالقطة تطير وتتبخر في الهواء. بدأت بعدها النيران تمسك في حيطان الشقة كلها، وده طبعا من غير أسباب. حاول العريس والعروسة يخرجوا من الشقة، ولما وصلوا للصالة بدأت جرعة السسبنس تزيد. لقوا ست راسها مقطوعة ومرمية على الأرض وكانت بتضحك. الراس والجسم الاتنين كانوا عايشين لسه، وهنا أغمى على العروسة. حاول
حاول العريس يوصل لباب الشقة، لكنه شاف راجل اسود ضخم جدا بطول الباب واقف عليه، وكان سادد الباب وبيحاول زي ما العريس بيقول انه يبلعهم. وهنا اغمى على العريس جنب عروسته وصحيوا زي ما قلنا، لقوا نفسهم في الشارع. وبالمناسبة في سنة 2017 نزل في السينما فيلم كوميدي رعب اسمه عمارة رشدي، اخد قصة العريس والعروسة دول باغلب تفاصيلها، وهو اللي احنا عارضين منه المادة دي. بس هو الفيلم ما تعرفش قوي، لكن كان اول فيلم مصري يتكلم عن اشهر حكايات عمارة رشدي. بعد كده في ناس جابوا شيخ يقرأ على العمارة، وحتى الشيخ نفسه مسلمش، ولما حاول دخول العمارة، طب تفتكروا انتوا لقى ايه؟ ملقاش حاجة خالص. والله حتى السلم اللي كانت الناس بتطلع عليه اختفى، وما بقاش فيه ابواب للشقق. شيخ تاني قال ان كل الكلام ده خرافات، وقرر انه يعيش في العمارة لوحده، وفعلا دخل وعاش في العمارة 6 ايام، وفي اليوم السابع صحيت الناس ولقوا الشيخ وكل العفش بتاعه مرمي في الشارع. ولما الناس سألته ما قدرش يجاوب عليهم من كتر الخوف، ويقال ان الشيخ مات بعدها بأيام. عم حسن صاحب كشك سجاير قدام العمارة بيقول ان العمارة دي اتبنت على منطقة مقابر صدقة، وان المدفونين فيها كانوا ناس ماتوا في حوادث قتل غامضة، وقررت ارواحهم المعذبة ان هي تأذي كل شخص يجي يسكن في العمارة. يعني تقريبا نفس تفسير قصة ابو منشة. وقعت العريس والعروسة اللي كانوا تقريبا من غير هدوم في الشارع دي وقعة مؤكدة وعليها شهود كتير، اغلبهم عايشين لحد دلوقتي. حواديت تانية كتير من ناس عصروا الاحداث، بس احنا خلينا نكتفي باللي فات لانها كانت من قلب العمارة نفسها، وعلشان ننهي الكلام باخر حدوتة معانا وبتحكيها سيدة كانت زوجة لحارس العمارة، وبتقول فيها في بداية استلام جوزها لحراسة العمارة هي ما كانتش تعرف اي حاجة عن سمعة العمارة خالص، يعني ما خدتش اخوانا زي ما احنا ما بنقول. وفي يوم شتا كانت بتقشر بطاطس علشان تقليها، حطت الزيت على النار وخرجت ثواني ترمي القشر، ولما رجعت لقت في الطاسة، تفتكروا كده معايا لقت ايه؟ تمام، لقت دم بدل الزيت. في 2012 ظهرت دعوة من شاب اسكندراني اسمه محمد الزعيري على الفيسبوك لعمل دخول جماعي للعمارة، وبالفعل لبى شباب كتير الدعوة، ومع رفض الحارس دخولهم بشكل رسمي نطوا من على سور جانبي للعمارة. ولما دخلوا اتفاجئوا ان مفيش حاجة خالص في العمارة، وكمان اغلبها مش متشطب. وعلى عودة موقع جريدة الوطن، في بنت من اللي اقتحموا رجحت ان العمارة تابعة للفيلا اللي جنبها اللي بدورها تابعة لجهة سيادية، وان ربما يكون في استخدامات خاصة للعمارة، وان في اسباب للترويج لفكرة العفاريت دي. واخيرا في 2018 وبعد 57 سنة من بنى العمارة اشترتها شركة هيرتج العقارية وجددتها خالص زي ما انتوا شايفين بالظبط. لكن على حد علمي، ولو في حد بيسمعنا من اسكندرية يصلح لنا لو كنا غلط، انه مفيش حد اتجرأ يسكن العمارة لحد النهاردة.